والله ولا أخفي سرا، هذا الحديث في مجالسنا المضيقة في هيكلنا الحديث هذا، ولا نمشي معك أكثر. لا باش تبدو فاعلين، نعتبر أن وزارة التجارة سنقاتل من أجل أن تكون من الحقائب التي تمسك بها حركة الشعب. وإن كان توفرت هذه الفرصة سيرى التوانسة شكون الصادق معهم وشكون اللي ممسوك بلوبيات أخرى اللي حكيت عليها. حاجة أخرى وزير هذا أسمعني أنا نعطيك حاجة أكثر من هك في وزارة التجارة. المسك بوزارة التجارة وبمسالك التوزيع والضرب على يد المحتكرين هو اللي نجمو به نعملو به الهدنة الاجتماعية حتى مع اتحاد الشغل. صحيح. كيف ترجع الأسعار، لأن الأسعار ما هو كلفة الإنتاج ما هيش كبيرة. المشكلة في المواد الفلاحية مثلا، المشكلة أنه الفلاح يعاني والوكال يعاني، المبينات ومزوز هذيك تونس الغريبة، تونس البشعة، تونس الغامضة، خلق الأزمات هذيك، تونس الغامضة، تونس نتاع العصابات، هذيك هي التي يجب أن تضرب بيد من حديد. وأنا أعتقد أنه الشعار ترفع في بعض وقت صدام حسين في الأزمات قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وكما يحكي الوزير الجزائري هذا يلزم خطاب يكون أكثر حتى حدة وخطاب شديد، لأن المسألة وصلت العظم. هذه مش راو تلعب معناها ما في حكايات، هذه تتحكم مساك التوزيع. الدولة غايبة عليها، الدولة تحل كان تعطي في الفرانشيز، تحل كان في الليمول، وجيب كان في الشوكولاتة وتعطي في الدوفيز من أجل أشياء لا تخص التونسي. لعاد فما معمل يتحل، معمل تتسكر والليمول يطلعوا. هذه هي السياسات، هذه هي المحافظة على العملة الصعبة، هذه هي ترشيد التوريد. هذا هو، وهذا الكل يتم في وزارة التجارة. يعني وبالتالي عملية شيل حقابل مش طلبوا بها هاي كلمة. نحن مبدئيا ما زلنا ما، لكن وقع الدردشة في مثل هذه المواضيع، مثلا خاصة يعني موضوع تجارة. وزارة التجارة، وزارة التجارة من بين الحقابل مش طلب بها حركة الشعب. أنا أعتقد أنا باش أكون من بين الحقابل اللي تحقق برنامج حركة الشعب اللي إذا حبوا احنا ما هو يعتبروا أن علاقتنا استثنائية باتحاد الشغل ونحن الأقرب، ويعتبروا أن حتى فوزنا السياسي يقيموه بعلاقتنا باتحاد الشغل. اخويا تحبوا نجيبوا هدنة مع اتحاد الشغل؟ اتحاد الشغل الأسعار شاعلة في النار كما هكا على خاطر أنت الدولة متخلي على التحكم في مسالك التوزيع وتحبوا هو ما يطالبش بالزيادات. طيب معنيين بحقيبة التربية هيك المكي؟ والله يبدو عندكم مرشح قوي لهذه الحقيبة. والله أنا أعتقد أنه معنا حركة الشعب أو بعض قيادات في حركة الشعب اخذت فرصتها، خلي الفرصة لبعض الأصدقاء الآخرين لحركة التربية. صديقك سالم الأبيض مش يكون وزارة التربية مرة أخرى؟ أنا أعتقد أنه صديقي سالم الأبيض ليس معنيا بوزارة التربية، بوزارة التعليم العالي. والله هو سني على وزارة التربية، معناها المسألة ما زالت ما تحددش لا الأسماء التي ستكون في الحكومة ولا الحقائب بعينها. حكينا في مسائل تخص وزارة الفلاحة، تخص وزارة التجارة، نعتبروا أنه مهتمين أيضا بالفلاحة. احنا كما التيار يحب يؤتمن على مقاومة الفساد وعلى الواحد بالوزارة طلبها، نعتبروا احنا كذلك أن نؤتمن على الحياة اليومية للتونسي وعلى قوت التونسي. لأنه بالحق احنا معناها في الأخير احنا ولاد الشعب هذا وجايين من معاناته.